لسمو الشيخ راشد بن حمد ابو راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي الحميري يضمرها ويتابعها ويراقبها، بينما المركز الثاني غزر على المركز الثاني لاجن العاصفه، والمركز الثالث شديد ايضا لسمو الشيخ حمد ابو محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الرابع شوامخ لهجن العاصفه، وفي المركز الخامس مع هذه اللحظات براقه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، ولكن اتابع تسلل هناك في هذه الانطلاقة لنشوة لهجن الرئاسة مع احمد بن مطر بن مايد الخيلي، وتليها ايضا بانطلاقة ثانية في هذا المسار الدكتورة لهجن الرئاسة مع احمد بن مطر بن مايد الخيلي، تدخل من خلال هذا المسار، وهذه البداية اعود الى المركز السابع في هذه الانطلاقة، وتابع وجود في، اتوقع انها في نعم المتواجدة في المركز، او سلهودة على المركز السابع لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. هذه الاسماء التي تحمل كل الاثارة والتحديات والانطلاق. نشوف المركز الثامن، وجود شوامخ في المركز الثامن ايضا مع هجن العاصفة، وتاسع المراكز هي مشاغبة في المركز التاسع لسمو الشيخ حمد بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير، وأيضا في المركز العاشر عودة إلى في لهجن العاصفة. هذه الأسماء، هذا هو ردعنا الأول في مسارنا ما شاء الله من خلال هذا اليوم الجميل والمؤكد لهذه الانطلاقة القوية التي تحمل كل التحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. عودة إلى المقدمة وتابع الغزر، ونحن الآن بدأنا رويدا نبدأ مع التعمق في هذا الشوط، وإلى غزر الميدان غبة هذا الميدان نقترب منها من خلال اللحظات القادمة، وغزر على الصدارة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، والمركز الثاني شديدة في المركز الثاني في منافسة قوية لسمو الشيخ حمد بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير قائد العمليات، أيضا في مناوشات مسائية تبدأ في هذا التحدي والاندفاع. المركز الثالث هي الدكتورة، والمركز الرابع نشوة، الشعار إلى هجن، شعار هجن الرئاسة العملاق والتضمير لدى فيلسوف الأصالة هناك المتواجد، وهو أيضا أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. الدكتورة مع شديدة أيضا تصل في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمد بن راشد المكتوم، وأيضا وجود عتيج بن سالم بن عرطي الحميري، ودخول من سلودة في المركز السادس لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير في هذا المسار. ما شاء الله وتبارك الله، بدينا وفي بدأت تصل مع المركز السابع لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، وهناك أيضا براقة لسمو الشيخ مكتوم بن حمد بن راشد مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. يا سلام يا سلام يا سلام في هذا التحدي. والمركز التاسع شوامخ في المركز التاسع لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، والمركز العاشر نعود مع وجود هملول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان ويمع بن عتيج بن تسلة الرميثي. الله، هذه الأسماء، هنا الإثارة، هنا التحدي، هنا المسار والمتابعة التي نبدأها مع هذه اللحظات لاندفاع هذا الشوط المثير. الله الله الله، منتصف المسافة، قاربنا على منتصف المسافة وسرنا إلى المقدمة وغيرنا مع منتصف المسافة، ولكن لا تزال أمامنا أيضا ثلاثة التحدي والانطلاق، تحمل هذا المسار، تحمل هذه البداية. الله الله الله، من يتابع من ينطلق، والدكتورة اللي غيرت على مقدمة هذا الشوط هنا لهجن الرئاسة، وأحمد بن مطر بن مايد الخيلي عملاق في من عمالقة التضمير في هذه الرياضة العربية الأصيلة وفيلسوف التحديات والأمتار الأخيرة. المركز الثاني يا سلام، هجن العاصفة مع غزر في مع هجن العاصفة في التنافس، وتليها أيضا في متابعتها في المركز الثالث سلهودة لهجن العاصفة، ثم في أيضا لهجن العاصفة. الثلاثية هنا تحيط بالمقدمة والصدارة، نشوة تقترب في المركز الرابع لهجن الرئاسة ومع أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، وهناك ايضا شديد سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. الله الله، اسمعونا، وهنا من يتقدم من ياتي للتنافس المركز السابع
شديد. ايضا في المركز السابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. والمركز الثامن هي شوامخ لجن العاصمه مع حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز التاسع، اعود الى المركز التاسع واتابع وجود صاحبه المركز التاسع وهي براقه سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. والمركز العاشر المقتربه وهي هملول سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيه مع يما بن عتيج بن تسله الرميثي. هنا ايضا ندائنا الثالث والذي يقترب ايضا من اخر النداءات لهذا الشوط بعد ان تجاوزنا 2 كيلو، بدينا الدخول ايضا في منعطف خط النهايه، الخط المستقيم في انتظار القادمين، في انتظار المتحدين، في انتظار المتنافسين على ارضيه هذا الميدان. ما شاء الله تبارك الله، الكل بدا يتابع وبدا يرقب ايضا هذا الشوط. وغزر تقدمت الى عمق الميدان من خلال هذه اللحظه هنا وين البحر الغزير. الله يا غزر، غزر لهجن العاصفه مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، ولكن الدكتوره ايضا معانده في البقاء في المنافسه لهجن الرئاسه احمد بن مطر بن مايد الخيلي. يا سلام، شوف العناوين هناك ما شاء الله، نقول نحن وصلنا الى الدكتوراه والى الجامعات، دكتوره وفيلسوف، يعني تصوروا وهذه الدكتوره شو تحمل ايضا من خلال هذا المسار وايضا التحدي. وشوف الملاحقه اللي بدات بالفعل تاكيد على انها اسم على مسمى. نذكر الجميع 1200 من خلال مسارنا في هذه اللحظه الى خط النهايه اللي بداناه من خلال بدايه 6 كيلو، وتبقى 1200 من هذه اللحظه الى خط النهايه. اعود الى المقدمه وتابع الدكتور على المركز الاول لهجن الرئاسه مع احمد بن مطر بن مايد الخيلي، والمركز الثاني غزر في المركز الثاني تاكيد ايضا في منافسه قويه وايضا تحدي مثير. يا سلام المركز الثالث، يا سلام على المركز الثالث ومسار المركز الثالث وما اتابعه في المركز الثالث من وجود ايضا في على المركز الثالث في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقه النهائيه التي تبدا مع وجود شديده في المركز الرابع سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. الله 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 الله، نسير نطالع المقدمه نشوف البدايه. انطلق الكل، واثق يعرف مسار البدايات، يعرف ايضا هنا هذا الميدان شبرا شبرا في انطلاقته وحساباته المتميزه. ما شاء الله مع هذه اللحظه غزر على المركز الاول ال 400 متر الاخيره، غزر الضيف النقطه الثانيه لهذه اللحظه وهذه الانطلاقه كما بداتها شواهين في الشوط الاول. هنا غزر تكمل هذا المسار وتكمل هذه اللحظه وتكمل هذا الاندفاع مع هذه اللحظات. يا سلام يا سلام على المقدمه والدكتوره في المركز الثاني لهجن الرئاسه مع احمد بن مطر بن مايد الخيلي، وضغط على المقدمه بدا من خلال هذه اللحظه. غزر ولا الدكتوره؟ غزر ولا الدكتوره؟ غزر تبقى مع المقدمه مع المركز الاول مع البدايه الاولى محافظه على الاندفاع النهائي. يا سلام يا سلام يا سلام، تجاوز الامتار الاخيره وتصل هناك في الدكتوره مع رجل الامتار الاخيره لهجن الرئاسه في المركز الاول. المركز الثاني غزر لهجن العاصفه، المركز الثالث في لهجن العاصفه، والمركز الرابع شديد سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. ثم ايضا هنا انطلاقه الفايز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه هي النتائج، هذه هي التحديات، هذه هي الانطلاقه التي تشهد هذا الميدان. نعود الى نهايه هذا الشوط كما بدانا ايضا من خلال هذا المسار لنراقب لحظه النهايه، نراقب لحظه الاندفاع، نراقب هذه الاندفاعات النهائيه التي تحمل هذا المسار. ما شاء الله وتبارك الله. وتابع التوقيت الزمني 9:37.07 من الثانيه في هذه اللحظه. تهانينا والناموس لهجن الرئاسه، تهانينا ايضا لاحمد بن مطر بن مايد الخيلي على هذا التحدي. بينما المركز الثاني وزر في المركز الثاني ايضا تهانينا 9:37.09 من الثانيه، تهانينا للعاصفه وهجنا، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير. اما المركز الثالث في وصلت في المركز الثالث تهانينا والناموس لهجن العاصفه، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير 9:45.04 من الثواني. هذه هي النتائج وايضا الاشواط مستمره. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام،
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي وسباقي هذا المساء المخصص لسن الثنايا لأصحاب السمو الشيوخة، هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للثنايا الجعادين المحليات الأصايل. مسافتنا 6 كيلومتر، مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط وراء الآن في المركز الأول مكيف على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى المركز